السلام عليكم. لن تصدق ما فعله رجل لزوجته بعدما ظهرت نتائج تحاليل وتبين أنها مصابة بمرض خطير، وهذه التفاصيل الكاملة تابع الفيديو للأخير. تداول ناشطون على منصة الفيسبوك في الساعات الأخيرة خبر أحزن الجميع. قيل أنه وقع بولاية عنابة، وحسب المنشورة المتداولة فإن امرأة متزوجة كانت ترقد في إحدى المستشفيات، وبمجرد ظهور نتائج التحاليل وتبين أنها مصابة بمرض السرطان قام زوجها بتطليقها والانفصال عنها. وتفاعل ناشطون مع هذا الخبر المحزن ودعوا لها بالشفاء العاجل.